تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأول بعد انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس النيابي، ألا وهو انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤساؤها ومقرريها. ومن المتوقع أن تشكل الجلسة سابقة لجهة الآلية المتبعة في الانتخاب بعدما كانت تجري بالتوافق. فهل توصل نواب الثورة ومعهم المستقلون والأحزاب السياسية إلى توافق حول معركة الغد؟ هذا التواصل حتمي، موجود، قائم، مستمر على مدار الساعة ليلا ونهارا مع كل هذه القوى اللي سميتها حضرتك، ونكون عم نعمل أفضل التعاون. إنما كيف هذه ستترجم في ملف مثل ملف اللجان البرلمانية بكرة؟ المعيار الأول هو المعيار التقني، والمعيار الثاني هو المعيار السياسي. خلينا نروح على المعيار التقني الاختصاص، انه كمان رئيس اللجنه بده يكون حدا متمرس، عارف، مختص. ما فينا هلا نعمل استاج اليوم، بحاجه اليوم لاتخاذ قرارات صعبه بالوضع اللي بيتعلق بلبنان. وبحسب المعلومات فإن قوى 17 تشرين تتجه لترشيح النائب مارك داو عن رئاسة لجنة المال والموازنة، وملحم خلف عن لجنة الإدارة والعدل، ونجاة عون عن لجنة البيئة. فهل ستتمكن هذه القوى من فرض نفسها داخل الجلسة؟ وقت كان في انتخاب الرئيس بري صار خرق لهذه القوى التغييرية والمعارضة. هذه القوى عم تجرب اليوم تفرجي مشهد متراص قدر الإمكان بمجلس النواب في تعددية، وما في أغلبية واضحة. الأغلبية بدها تكون حسب المواضيع. إذن جلسة انتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها لن تكون كسابقاتها، والتوافق لن يكون طاغيا عليها، بل من المتوقع أن تشهد اجتهادات دستورية وقانونية لم تطرح بتاريخ المجلس النيابي.